بخير. أول شكرا عشان جيت اليوم بالقصة الشتاء اللي برا وكل المطار، وكثير حبينا نسمعون. اسمي ربيع زيود، من شفا عمر، حاليا سكان قرية الخوالي. بتعلم علاج فيزيوثيرابي بجامعة تل أبيب. هذا الدرس أول تاعي اللي عم بعمله بشكل يومي. وبشتغل بشركة ستارت اب اسمها فويسيت. وراح أرجع شوي لورا وأوصل كيف وصلت، لأن عن جد أشتغل بهاي الشركة وكيف كل الطريق كانت منين بلشت. خلال لما كان عمري 19 سنة قررت إنه في شوي حق. بلشت أبني حلمي. كان أنا عندي أخو وأختي اللي بيعانوا من حالة اسمها سي بي سيريبرال بالسي، شدوك مخين، وكانت أغلب الأسرار كانت تيجي منهم. فقررت إنه بدي أفتح أتخصص بالمجال اللي يساعد ناس ذوي الاحتياجات الخاصة. بلشت أدور على طرق معينة اللي جرب توصلني لهناك. صرت أشوف كثير أشياء اللي جابس بالمجتمع اللي مش عم فيش حدا عم يطلع عليها ويتطرق لها. في خلل هون عم نزرب الخلق. فبجيل 20 سنة قررت إنه أبلش أحط إجري بمجال ريادة الأعمال، وكانت الخطوة كثير صغيرة. فتحت معهد بالبلد قدرت أشوف حاجة معينة، إنه في كثير 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 أولاد فيش وين يروحوا بعد الظهر ويكون عندهم إطار معين اللي يساعدهم على كثير شغلات من ناحية وظائف. فهاي كانت زي أول حس ريادي شفته عندي، إنه في مشكلة لازم نلاقي لها حل. كيف تبلش تبني الإشي بشكل تدريجي؟ فأسست معهد، كان عندي شريك، بلشت أبني طاقم، بلشت أتعرف على العالم بشكل كثير صغير. بعد سنة ونص سنتين من العمل بالمعهد سمينا مستقبلنا، بلشت أتطوع بمركز ريادة الأعمال بجامعة تل أبيب. فمن البلد من شفا عمر ومن الشغل مع الأهالي ومع بالمدارس انتقلت لثاني أكبر إيكو سيستم بالعالم بمجال ريادة الأعمال اللي هو تل أبيب بعد سيليكون فالي. وصرت أشوف كثير أشياء هناك عم تتطور بشكل كثير سريع. تسمع عن شركات اللي مثل كانت ويز بأول طريقها، وكانت كثير شركات اللي عم تكبر توصل العالم، وهي توصل العالم من حدنا، يعني مش من محل ثاني، لا من تل أبيب ومن هرسلية ومحل كثير احنا نقرب عليه. فقررت إنه آخذ خطوة بالمجال. وهناك بلشت أسس تحت إطار ستارت اب اللي هو مركز ريادة الأعمال بجامعة تل أبيب. قررت أسس مسار، منتدى اللي يجمع بين رياديي الأعمال، الناس اللي تهتم بالمجال، اللي تيجي وتتعلم وتكتسب الخبرة وتتعرف على ناس تعمل تشبيك عشان تفوت على المجال. الهدف كان عمليا نشر الوعي وإعطاء الأدوات الملازمة اللازمة للرياديي الأعمال الشباب. بعد سنة ونص من العمل من التطوع، عمليا سنة ونص التطوع بستارت اب، وعمل كثير شغلات تحت اطار مسار، اخترت اني اطلع على اشارك بفيلوشيب بروجرام مع جامعه ميشيغان بامريكا لمده شهر. طلعت هناك كمان، صار عندي اكسبوجر على اشياء اللي كثير كثير جديده، كثير كثير حلوه. تعرفت على ناس من كل العالم العربي اللي كانوا معي بالبرنامج، تعرفت على ناس من البلاد اللي كانوا معي بالبرنامج. ومن هناك كمان فتح كثير فرص. فالشيء اللي بلش عمليا من شيء كثير صغير بلش يتطور وبلش يبني زي حجر، انك تحط حجر صغير فوق كمان حجر لانك توصل عن جد لمحلات كثير بعيد. وانا بامريكا تعرفت على شاب من هون من البلاد اسمه داني، وكان في هناك كثير تخرفنا كثير عن هو كان بعد بداية تطوير عمليا توكي فويسيت. فحكينا كثير هناك عن البرودكت وايش الشركة هدفها، وشفنا انه عندنا فيجن مشترك عمليا.
انه نطور اشياء، نطور تكنولوجيا او اللي تساعد الناس اللي عندهم مشاكل disabilities بغض النظر عن الباك جراوند تاعه. فبعد ما رجعنا عمليا من الفيلوشيب داني عرض علي انه افوت معه بالتيم بعد ما اكتسبت، مع اني ما تعلمتش وكنت بعد عم بتعلم فيزيكال ثيرابي بهاي الفتره كلياتها درست لحالي، كنت اطلع على مواد، اروح على اشارك بكورسات، اشارك بميت ابس بمجال تل ابيب اللي تعلق بمجال رياده الاعمال، بزنس ديفلوبمنت، تطوير الاعمال، بما اني مش جاي من باك جراوند تقني، من خلفيه تقنيه. فهون انضميت عمليا لشركه فويسيت وبلشت اساعد ب إتاحة المنتوج، تطوير المنتوج عشان يدعم كل المتكلمين باللغة العربية. الإشي صار قبل حوالي سنين، فراح أحكي هنا كمان شوي على، راح أبلش أحكي عن التوكيت. تعال نبلش بهذا الفيديو الصغير. I want to be a firefighter when I grow up. My mom says it's too dangerous, but I think it's only dangerous if there's a fire. I was born 12 weeks before my expected birth date. Is 1.9 pounds heavy or light? I want to speak, but the words remain inside me. People just don't understand me. My name is Rin. I'm 5 years old, and tomorrow I will start speaking freely. انك تحكي وانك تحدث مع اي شخص على بالك ببين لانك كشيء زي ما حكي الصبايا شيء مفهوم ضمن، حتى بتفكرش انه الاشي بحاجه لطاقات منك، لطاقات اللي انت مش متخيلها، بس لكثير ناس هذا شيء كثير صعب. ايش اللي كان ممكن يكون معهم خلال فتره ويفقدوه بالمستقبل، ايش ممكن اللي ولا مره كان عندهم او كان عندهم بس مش مفهوم. فحتى هذا، حتى هاي الحاجه الاساسيه اللي هي الحكي ممكن يكون شيء كثير 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 صعب عند بعض الناس. واحد ونص بالمية عمليا من كل سكان العالم بيعانوا من مشاكل بالتواصل. 1.5% بين رقم كثير صغير، بس لما نيجي نترجمه لارقام هو اكثر من 100 مليون بني ادم اللي بيعاني عمليا من مشاكل انه يوصل شو بده يحكي لك عن طريق الحكي. لما احكي عن اكثر من 100 مليون بني ادم اكيد هم مش جايين من نفس الباك جراوند، فتتعدد المشاكل هون بتتعدد وتتلخص اغلبها كامراض اللي هي امراض الجهاز العصبي مثل الاوتيزم، البرين انجرز، باركنسون، سيريبرال بارسي، الزهايمر، مرض الـ ALS، المولتيبل سكليروزيس وغيرها. هاي عمليا انك تحكي تحكي بشكل واضح توصل رسالتك، هاي مش بس مشكله عمليا للشخص نفسه، هاي مشكله كمان للاهل، للاصحاب، ولكل المجتمع. لما بتيجي تحل مشكله الكلام انت بتساعد الشخص انه يتكلم كمان مع اصحابه، كمان مع عيلته، وكمان مع المجتمع كله. كل شخص منا بحب يكون فعال اجتماعيا، يحكي مع الناس، بدوش يكون عنده ولا اي حاجز انه يوصل اي شيء عنده بده يحكيه.
استعمال جهاز توكيت. استعمال جهاز توكيت الناس هاي رح تكون في عندها الإمكانية عمليا انها تشارك بدروس، تطلع تقعد مع ناس، تشرب، تروح مطعم تشرب معهم قهوة في محل، تواصل مع العيلة تاعتهم من غير ما يكون عندهم هذا حاجز انه انا مش قادر اتواصل، صعب علي، لا خلص بدي اضل ساكت. فهذا الشيء عمليا بيجي هون بشكل شوكولاتة. هيك عمليا ليش بشتغل الشخص اللي ممكن يحكي بشكل مش واضح مش مفهوم، بحكيها للجهاز، الجهاز بسمعها وعمليا بطلعها بشكل واضح عن طريق التكنولوجيا اللي الشركة بتستعملها. اللي حضر هاي الفيديو وفاهم شو هاي يسكت. نعرف انا حسب الجمهور، الجمهور يجرب فسر شو راح او يحل شو راح تحكي. هاي اريد عمرها 33 سنه، بتعاني من عندها كمان سيربرال بالسي. شو ممكن انا خبرتها بشكل شخصي وجربت احكي معها وكان كثير صعب انه افهم عليها. فهون راح اول شيء راح تحكي من غير توكت، وثاني مره راح تحكي وراح تستعمل الجهاز. فخلينا نشوف مين راح يجرب يفهم من اول مره. اي لغه عبراني؟ بالانجليزي. No, I can. Sorry. Thank you, freely. يا على فهم؟ Speaking freely after شيء. Speaking freely after شيء. No, I can. I want. Freely. I want. واحد. I can. No, I can. No, I can speak freely. Okay. I want. بس مش واضح. لا. Now I can. Now I can. Start. Start. Speaking freely. Speaking freely. فهيك عمليا الجهاز بيشتغل، وممكن بهاي الطريقة انه يحول انه يساعد بني ادم يحول له حياته بشكل كثير كبير من محل لمحل ثاني، انه كان يحكي بشكل مش مفهوم مش واضح، يحتاج انه يعيد الحكي مرة ومرتين وثلاث مرات عشان اللي على باله يفهم. والشيء بعصب الشخص العبارة وبخليه يصير يتراجع انه حتى يجرب. كمان بس الصوت بهذا الفيديو مش شغال، بس اللي شايفينه اسمه شاير شوني. شاير شوني كان بني ادم كثير 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 رياضي، كان يشارك بايرون مان. ايرون مان هي اكثر تحدي رياضي ممكن موجود، يعني انك تركض حوالي 20 كيلو متر، تطلع بسكليت كمان حوالي 20، وتسبح بعد كم من كيلو ورا بعض. شايب بالفتره من كم من سنه صار عنده مرض ال اس، ومرض ال اس خلال فتره كثير سريعه بوصلك لوضع كثير كثير صعب، عمليا بصيب العضلات تاعت الجسم بلشت تهت فيها. فعمليا شايب لما عملنا نوع هاي المقابلة وخليناه يستعمل الجهاز كان يقدر يقول أكم من كلمة بس وشيء مش مفهومات. فهون هو بيقدرش ولا يحرك إيديه ولا حتى يرفع إيده شوي. فالحكي اللي ما انسمعش في الفيديو هو طلب من الـ المرافق بتاعته عمليا، أو المرافق أو حدا عنده بالبيت أولاده ومرته، إنه كل ثانية أنا هسه مش قادر أفكها، غطيني بردان. فكلمات اللي هي ثلاث اربع كلمات يعني اللي ممكن بني ادم يستعملها ممكن كمان ياثر على حياته. في اشخاص كفه تحكي هول 10 كلمات، ها عندهم كثير كبير. فاحنا عم نحكي عن بني ادم كان يعمل ايرون مان، اليوم نام تحت وضرب. فهي ثلاثه ممكن تصير بني ادم اللي بشرح انه كان كثير فعال وحياته تغيرت 180 درجه.
عمليا راح اقول لك شويه اشياء تقنيه كيف هذا الجهاز بيشتغل. الجهاز بيشتغل على مرحلتين. اول مرحله عمليا هو مش راح لحاله يسمع الكلمه اللي حكاها الشخص ويترجمها منه، لا انت لازم تعلم الجهاز. وكيف ممكن تعلمه؟ كل بني ادم كل شخص اللي عنده اعاقه مشكله بالكلام مش انه يتكلم بشكل واضح دائما اغلب الاوقات مش هو دائما بس اكثر من 90% من الاوقات بيكون في عنده هذا البني ادم اللي قريب عليه كثير اللي هو او امه او المعالج تاعه او ابوه او اخوه اللي عن جد بفهم حتى هاي الاشارات اللي مش مفهوم. فهون بيكون في عمليا انت بتعلم الجهاز. الشخص بيحكي الكلمه، الشخص بيحكي الكلمه اللي مش مفهومه والشخص الثاني ممكن يكتبها وعمليا هيك ببني لحاله زي قاموس. هذا القاموس رح يصير يستعمله كل مرة وكل محل، مش بحاجة كل مرة يطلع يكتب كلمة، لا هو ببني القاموس تاعه وكل كلمة بيقدر يحكيها ممكن يحطها بالقاموس وكل محل ممكن يروح عليه ممكن يستعمل هذا القاموس تاعه. الحكي رح يطلع بشكل كتابة على التليفون وبشكل صوتي. هاي عمليا المرحلة الثانية اللي فيها الشخص بتأكد الجهاز بيسمع الحكي اللي مش واضح وبيطلعه بشكل واضح. زي ما حكيت هذا جهاز بترجم الحكي اللي مش واضح، وهذا أول جهاز موجود بالسوق اليوم بالعالم اللي بيعتمد على الحكي اللي مش واضح. كل الأجهزة اللي كانت موجودة لحد اليوم بالسوق كانت تعتمد على أشياء اللي هي مش صوت البني آدم. يقول لك صوت مش واضح، احنا خلص نتخلى عنه على الآخر، تعال نجرب شيء ثاني. فكان في الكوميونيكيشن بورد، ديديكيتد كوميونيكيشن بورد، الهيد تراكينج والآي تراكينج، عمليا الأشياء اللي عن طريق أنت بتحرك راسك فالجهاز أو بتحرك عينيك بيقدر حركة العين فممكن يترجمها لصوت زي ستيفن هوكينج بيستعمل واحدة منهم أو الهيد تراكينج أو الآي تراكينج. والديجيتال كوميونيكيشن بورد اللي هي عمليا اكثر شيء اليوم باستعمال. كل هاي الاشياء الموجوده هون هي عمليا تيجي وبتحط الصوت على جنب. ايوه كل هاي الاشياء الموجوده عمليا اليوم بالسوق بتشجعش البني ادم انه يحكي، يعني بصير بطل حتى يستعمل صوته. فمع الوقت كمان بطل يحكي، مع الوقت بطل الاشياء اللي هي كانت ممكن تكون موجوده عنده. اشياء كانت تكون موجوده عنده. عمليا توك تيجي تقول لك حتى لو عندك شيء اللي هو مينيمال، يعني شيء اللي هو كثير بسيط وبشي مرحله بتقدر توصل فيه صوته، لا استعمله تشجع احكي. الشيء بعطيك كمان فيدباك، دائما الشيء راح يعطيك فيدباك ممكن حتى يستعمل علاجيا. المربوط من التجربه عمليا كل النيورتيك شورت السبيش ثيرابيست اللي طبناها رغم كمان مش بس انه راح نستعمله كجهاز اللي الناس بتحكي فيه، لا راح نستعمله كجهاز اللي يعطي فيدباك واحنا بعلاج معين اللي الشخص يصير يحكي ويكون في عنده شيء اللي يعطيه فيدباك. شوف كل ستارت اب مهما كانت الاهداف من وراه تساعده، هاي مش مرحله مجبور يكون عنده اهداف ربحيه عشان يقدر يكمل الاخر. شوف ستارت اب بدها فيها تجربه. ف مين الماركت عمليا؟ زي ما حكيت في 100 مليون بني ادم بالعالم حوالي اللي عنده مشاكل بالحكي والكلام، بس احنا ما بنقدرش ولا مره بتروح على كل الماركت مره واحده. الاول ادرسه بالماركت، اول شيء رح نبلش الاول رح يكون بامريكا وبالاتحاد الاوروبي عمليا، وفي عندنا 10 مليون شخص اللي هم بالاول الماركت الاول اللي رح نفوت عليه. بكفي يكون 19 دولار مش 20 دولار بالشهر، 99 20 دولار بالشهر على استعمال هذا التطبيق عشان يكون عندك بالسنه
وربحنا 250 ألف دولار بباريس. عملنا واحنا بالصيف كنا ببوسطن ب فيدريتور مسرع اسمه ماس تشالنج، واحنا هناك قررنا نعمل كامبين اسمه كامبين كراود فاندنج، عمليا بنقطة مصاري من الجمهور، اللي الناس اللي بتآمن بالفكرة ممكن تدعم تاخذ اشياء مقابلها، او انه تاخذ السبسكريبشن لسنة او لشهر او لشهرين، او انك تاخذ بلوزة بس اذا حابب تدعم. كثير شغلات كان فيها هدايا، بس الكامبين نفسه بما انه بتوجه لنيشة معينة مش لكل العالم، كان كثير صعب انك توصل فيه لمبلغ اللي كنا حاطينه. طلعنا 25,000 دولار بالكراود فاندينج، بس لحسن حظنا خلال فترة الكراود فاندينج فيليبس اختارت خمس شركات اللي كانوا عم بيعملوا كراود فاندينج، وعملت بيناتهم بينهم زي مسابقة، واحنا ربحنا المسابقة ب60,000 دولار. فعمليا من الكراود فاندينج مع الجائزة طلعنا 85,000 دولار. شو الكراود فاندينج؟ بالول ستريت جورنال، ها واحد من اهم المؤتمرات التكنولوجيه اللي بتصير بامريكا بالاطار التكنولوجي، كان الاشراف انه انا اروح واعرض، كنا وقتها بامريكا، فكان الاشراف انه انا اروح واعرض الفكره هناك قدام الجمهور واشارك بالمؤتمر عن كريبريزنتيف عن الشركه. وهناك كمان ربحنا محل اول من بين 128 ستارت اب اللي كانوا مقدمين للمسابقه هاي، وكانت من واحده من احلى التجارب اللي كان ممكن امرقها بمجال تجربتي بالستارت اب. وغيرها عرضنا بتيد ميد اللي هو كمان واحد من اكثر شغلات اللي هي بتستيجس بالعالم الطبي والمعدات. وكمان شو حياتي كلها، بس في كثير اشياء. فكان هاي نصيحه كمان للصبايا، اذا في ستارت اب اللي هو له كمان طابع اللي هو له كثير امباكت اجتماعي، في كثير اشياء اللي في كثير فرص انك تجيب الانفستمنت، انك تجيب المصاري للستارت اب تاعك من غير ما تروح عمليا بالاول لمستثمرين او وتخسر عمليا اسهم من شركتك. احنا اليوم تقريبا جبنا كل الاستثمار الراوند الاول للشركه من غير ما نعطي عمليا مستثمرين اسهم من الشركه، كلها عن طريق جوائز وعن طريق كراود. كل اللي حكيته المنتج عمليا بعد مش طالع على الماركت، مش طالع على السوق. بسنة 2014 كنا نشتغل على الالفا تيستينج، كنا نفحص الجهاز، عملنا اربع باتنت، في الشركة عندها اربع باتنت، فمش هوين بكره تيجي يعني وتعمل زيها، في تكنولوجيا كثير مركبة من وراء الاشياء اللي بنعملها. خلال هاي السنة عندنا البيتا تيستينج، وخلال الربع الثالث من السنة راح نطلع أول فيرجن عمليا من الجهاز، اللي راح يكون فيه بيسك فوكابيولري عمليا، كلمات بسيطة اللي ممكن الناس تعملوها. إن شاء الله خلال سنة 2013 راح نطلع الجزء الثاني، الكورسات الثانية عمليا من المنتج. وبس بسنة 2016 بالربع الثالث منها راح الشركة تبلش تطول مصاري. فهون في عن جد بروس اللي هو كثير طويل عشان عمليا الشركة تبلش تربح. في فيديو حابب اشوف اياه كمان، تصور هون بالناصرة بمدرسة بالناصرة. الابليكاتيا اللي بتركب على كل تلفون ذكي عمليا او تابلت او هاي، وهذا كمان الشيء الجديد الحلو. يعني هون لحد اليوم كل الاشياء كانت انه الشخص اللي عنده مشاكل بالنت راح يحتاج يحمل معه كمان جهاز او شيء، مرات اشياء كثير كبيره وبتعمل يعني خلص بتشوفها صح بتعرف انه عنده شيء، فاهم؟ ف
فلا هون التلفون وبالايباد اللي ممكن يكون معه تابلت، ف ايش اللي يخلي الشخص يكون اكثر طبيعي جنسيا؟ بعرف We accept children from moderate to severe mental and physical disabilities. This place was built in 1885. You are my friend. You are my friend. To be different is not a sin, but to reject the different is a sin. Many children who I meet with them and I interact with them have difficulty in speaking a clear language so that can we understand them. And we know that verbal communication is a basic and essential element in human communication. This application, it will help them to be accepted and respected by the community. If he knows that he is able to speak clearly, it will help him and it will promote him to achieve his ambitions by knowing others and let others know him, because everyone likes to be loved and everyone wants others to love him and he wants to love others. These are basic motives to the child, to everybody, of the human being. تقدرش تستعمل شيء عشان لشخص تاني. صح، بس يعني شو
عليها انه رح يكون في رح يكون في عمليا عم نعمل اليوم كثير 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 ريكوردينغز، وهي واحدة من الاشياء اللي اشتغلنا عليها باخر سنة ونص، انه كنا حتى هون بمصر بكثير محلات بلبنان وبريد بلاد كنا نعمل ريكوردينغ لاصوات لعمليا لكلمات اللي ممكن يحكوها 10 او 20 كلمة من كل شخص، ونحطهن زي مثلا للناس اللي عندهم سي في نعمل كثير تسجيلات للسي في ونشوف قديش في اشياء اللي هي مشابهه، اذا في اشياء اللي هي درجه تشابه كثير كبيره هاي الشيء اللي بنحط عمليا بنحط الالجوريثم واللي بصير الدقه اعلى وقت الريكوجنيشن تاع نشتغل عليه. بس الشيء الاقوى هون بالهاي انه الشخص يعني انت مش مهم شو الهاي تاعك تبني القاموس تاعك مش مهم باي لغه، بس عمليا لازم يكون في عمليه تسجيلات لنفحص الشيء. صراحة المنتج يعني ذكرني بمنتج استعملته قبل حوالي 15 سنة اللي هو كان برنامج من IBM اسمه IBM فاير فويس أو شيء عنها زي، هو بيعمل كذلك الأمر على تشخيص الصوت، ولكن كان هدف منه إنه أنت بتحكي وهو بيكتب، فيعني هاي كانت يعني تدريب خواص مثل كان شيء كثير حلو إنه أنت بدل ما تقعد تكتب كتابين على الكيبورد أنت تحكي صوتيا وهو بسجل شو مش بتعرف وقتها اللي 15 سنه كان يعني ما كانش يعني تطور كيف اليوم، يعني كان يمكن التلفون بتقدر تغير رقم راجع على السمارت فون كان جدا شيء مذهل. المشكله فيه كانت انه عشان يعني بدك مثل ما تفضلت بدك فتره طويله من التدريب انه يصير يقدر يقرا شو انت بتحكي بصوره دقيقه، فطريقه العمل تبعته كان يعطيك كان بدعم اللغه العربيه يعني بالمناسبه وكان جدا مش كبير، فكان يعطيك نصوص وانت بتضلك تقراها مره بعد مره بعد مره المثل اللي تقراه بعلم مثمار، والتكرار هذيك الحاله كان يعلمك مثمار بصوره ممتازه، فكان انه النص تقرا مثلا انت الكلمه هاي فهو سجل شو انت لفظت هاي الكلمه، وبعديها بعد ما تكرر عده مرات ويعطيك مجله انه تصحح حتى، فكنت يعني اقدر اصل ل يعني درجه عن جد منيحه من قدرته على تمييز الكلمات اللي انا بحكيها. الاشكاليات كانت معها انه اذا مثلا تغير التون تبعك شوي عمليا بصير مشكله، لانه هو تعود على تون معين من الكلام، فاذا تغير تون شوي مثلا كنت غفران او زعلان او حاله معينه ف يعني بتغير قدرته على تمييز حكيك. اضافه لذلك طبعا صوت الانثى مش زي صوت الذكر، حتى اصوات الذكور نفسها يعني بتختلف يعني بتتطور كثير. فلذلك الاشخاص كانت تمييز التدريس كثير كثير، ولكن ربما بتقدر ما بعرفش يعني اذا اتوقع انه جربت يعني فكرت بهذا الاتجاه، يعني انه انتم تعطوا للاولاد يعني الاطفال او الاشخاص اللي عندهم اعاقات نصوص معينه يقراوها، وبعديها طبعا بتكون محطط يعني بتعرف محطوط كل كلمه لها يعني سكريبت معين اللي مقابله صوت معين، ها فبعديها انتم يعني خلال التجربه والتعليم يمكن ربما تكون اهون من انه شخص محدد كل كلمه بس فيها يقطعها على القاموس او كذا. لا مش بالضبط بصراحه. اول شيء في اشخاص اللي عندهم القابليه انهم هم بنفسهم يعملوا يبنوا هذا، فهي الشيء موجود. انا هون ما يمكن ما نوقفش الموضوع، بس في عدد مثلا القابليه اللي وجدتها في الفيديو ريت عندها قابليه فهي لحالها بتسجل حالها، فهي لحالها بتبني الشيء اللي القاموس تاعها. بس في ناس اللي الشيء عندهم فيش عندهم المقدر يعملوا هذا الشيء، فيش عندهم مقدر النيورولوجي الكامله وكلمات ممكن كثير كلمات كلمات بس عده كلمات مش كجمله، فاهم علي؟ فبحاجه زي المثال الثاني اللي كان زي شاف اللي فيش عنده قدره، فهو بحاجه كمان حدا اللي يساعده يعمل عمليا كالبريشن للجهاز. جاوبتك على سؤال؟ إذا استخدمت العرض لواحد صغير اللي داور على الصوت الصغير أنت عمليا لما تسجل لما يضل يكبر عمليا بيكبر صح؟ آه لا رح تضل حسب الألوف رح تضلها عمليا ترجع نفس الصوت، وهذا الشيء جاوبت عليه بعدين إنه الناس اللي عندهم ALS صوتهم كثير بتدهور مع الوقت يعني مش كثير سريع، فالابلكيشن عندها القدره انها تتعلم الصوت، وحتى لما الصوت يبلش يتدهور ويبلش يتراجع عمليا رح تضل عندها القدره انها تسمع حتى لو
عشان يدندوا الاموال للستارت اب تاعهم. كيف ليش بيصير؟ في عدة المنصات اللي هي معروفة عالميا، اشهر اثنين منهم كيك ستارتر واندي جوجو. عادة اندي جوجو بتدعم بس الاشياء اللي هي تكنولوجية، وبس الكامبين نفسه مجبور يكون كامبين اللي يطلع من امريكا. اندي جوجو اكثر بشكل اوسع وبدعم اشياء اللي هي اكثر، مش شرط تكون اشياء تكنولوجية، ممكن تكون اشياء واحد اللي بيبيع كتاب، واحد اللي بيعمل جمعية، كثير اشياء اوسع. في اختلاف بينهم بشكل بسيط. عادة الستارت ابس اللي الشركات الناشئة اللي بتروح لهناك هي شركات اللي بتطور جادجت معين، جهاز اللي فيش معها الموارد الكافية انها ما تطلعه، فبتقول للناس اعطوني المصاري، بحطوا مثلا سعر اللي هو اوطى عمليا من تكلفة الجهاز بس يطلع، وتقول للناس اشتروه بهذا السعر بس ادعموني هسه قبل يطلع الجهاز وساعدوني نبني. عادة هاي الشغلات اللي بتنجح تطلع مصاري، وفي كثير شغلات اللي نجحت. وفي زي ما احنا حكينا، احنا المشكلة مثلا راح اعطي كمان مثال على كيف احنا كانش عندنا، احنا ما كانش عندنا شيء محسوس نعطيه، ومش كل العالم حاجة للجهاز نفسه. فهون كان التشالنج اللي صادفناه، انه اوكي احنا عندنا كراود فاندينج بس مش كل واحد عنده هاي الابلكيشن عنده على التليفون، عشان انه مش كل واحد حاجتها. فعادة الكراود فاندينج اكثر اللي بيروح للناس لمجال الجمهور تاعه كثير وسيع، كل ولا بني ادم ممكن مثلا يشتري شيء يحطه على تليفونه، او شيء اللي يلبسه كسواره، او شيء اللي يحطه على راسه، كثير شغلات هاي. بس هاي اليوم الطريقه اللي كثير ناس بتستعملها عشان كمان ما تعطي شيء كوتي، بس تطلع البرودكت بعد ما يطلع. جوابات مثلا ولا تفرجينا على الموقع، يعني بس ترجي مثال توت على كيك ستارتر، ما بشوف بس ترجي مثال صغير على اساس يطلع احسن. في ابو سكليت اسرائيلي بالضبط، ده رجعنا بالضبط جاب فن منين، بس الاندي جو هاي مصاري جماعة 3 مليون عمليا صار مجمع 3 مليون. أول ما حطوا الهدف إنهم يجمعوا المبلغ، حطوا الهدف تاعهم 75,000 دولار، وصاروا مجمعين 3,300,000 دولار عمليا. تعال شوف الفيديو تاع التطوير هون محل. Say hello to the storm Eva. The Storm e-bike is an affordable all-electric bike. It has a 350-watt motor capable of reaching a top speed of 20 miles an hour. The Storm is powered by a high-density lithium-ion battery capable of taking you up to 25 miles on a single charge. With its all-terrain tires and water-resistant construction, the Storm is perfect for on and off the road. It was so much fun to ride. This bike is awesome. The speed was fantastic and very stable and ربيع في هون سؤال. بس هلا الميتر استعمل حسوب. في هون سؤال. ربيع يعطيك العافية. كان في سؤال بخصوص اللغة. مثلا اللغة العربية في عندك أكثر من لهجة. هسا قدش كان الإمكانية الأبليكاسية أو المساعدة اللي يميز لهجات؟ تقدر تسكرين، عشان إنه أنت بتعلم تقدر تحكي له لغة شيء مش موجودة مش مفهومة عملياً، والإمكانية تكون كمان في لغة ذكية، يعني أنت بتحط ال هو شيء مش مفهوم لك، فبغض النظر شو بيكون، أو كل أهم، مدام الإشي اللي بتحطه أنت هو إشي اللي هو عملياً تستعمله دائما عشان توصل نفس الشيء، شيء مش مفهوم ابدا بس بيوصل نفس الشيء دائما،
الشخص اللي عنده مشكلة بالحكي اللي هي كمان أساسها كوجنيتيف أكثر، فهو لما بيعمل كاليبريشن للمقشير هذا ممكن يعطي أوتبوت اللي هو مختلف على الآخر عن الإنبوت اللي هو كان قصدي فوقه. فهل في عندك بقلب الألجوريتم تمبلتس اللي هن بيحددوا له إنه يعني لا يحرق من قلب بني آدم اللي ممكن يحكي هسه مثلا عن الكرسي كلمة وبعدها بساعة يحكي كلمة ثانية مثلا؟ أنا قال كرسي وطلعت فوكسي. بحكي لك يعني إنه عشان يقدر أوضح سؤالي، يعني البني آدم اللي بيستعمل هذا الجهاز مش بس عشان يسوي له كاليبريشن ويعطيه أوتبوت وخلص، بيستعمل عشان يقدر يتواصل مع بني آدمين. أكيد أكيد. وعشان يقدر يتواصل أو من خلال استعمال هو بفوت كثير مقدار كلمات كثير كبير. البني آدم اللي هو محدود عنده يعني مشاكل معينة، فعشان يقدر يفوت كمية كبيرة من الكلمات بدون حاجة لمساعدة اللي هذا يقول له هي مضبوطة هي منحة هي خليها هي لازم يقدر يسوي هو لحاله. في عنده بقلب الألجوريثم تثنية يعني حدد له مجال للكلمة إنه إذا أخذ أوتبوت معين إذا أخذ إنبوت معين أنت لما تعمل أنت لما تحط الإنبوت بشكل صوتي الجهاز رح يطلب تنكية أكثر من مرة عشان يأخذ كل الرينج. إذا أنت تحكي مرة بكلمة إنه كده بتقول نفس الحاجة بس بتحكي بلون مختلف كل مرة أو بطريقة شوي مختلفة الهاي رح يطلب الجهاز عمليا رح يطلب منك تحكي ثلاث أربع مرات عشان يقدر يغطي كل الرينج لما تحكي عمليا. جواب سؤالك؟ بس ممكن ثلاث أربع مرات تعطيك نفس الغلطة. ساعتها ساعتها الديفايس رح يطلب منك بقول يعني ممكن يعني ثلاث اربع مرات تعطيك نفسه انه هي مش حكي ثلاث كلمات اللي بيشبهوش بعض يعني عمليا لا اعطيته مثلا ثلاث مرات نفس الانبوت واعطاني هو نفس الاوتبوت بس الاوتبوت يعني بيختلف عن الاصل. هاي مش رايي اذا البني ادم مش شمور كوجنيتيف صح صح
لو حل هالمشكلة بصير استعماله أوسع و... أوكي.